بمناسبة الكلام عن السياحة، بمناسبة الكلام عن تصحيح صورة، بمناسبة الكلام عن إيجابية، إزاي تقدر تشارك حتى لو بحاجة بسيطة؟ وفكرة إنك تشارك بحاجة بسيطة دي، في ناس كتيرة ممكن تقولك يعني لما عملت كذا عملنا ده، لما فلان عمل كذا خلاص بقى هنوصل للعالم. أي فكرة حتى لو بسيطة من شأنها إنها تصلح صورة بلدك، تصدر صورة إيجابية عن بلدك، تتكلم عن طموحات حتى لو بنتكلم عن تحديات، بس في المقابل نتكلم ايه اللي بيحصل على الارض حتى لو في تحديات كتيره جدا كلنا متفقين ان هي موجوده. كمان لما يتعلق الامر بفكره الاسلاموفوبيا او فكره الخوف من الاسلام، وفكره انه دايما الله اكبر يبقى وراها تفجير، ان اي واحد اسمه محمد لازم يبقى ارهابي، يعني كل هذه الافكار المغلوطه طبعا اللي للاسف متصدره من سنوات طويله جدا في الغرب عن الاسلام. لو انت تقدر من بيتك، من على اللابتوب بتاعك، لو من على جهاز الموبايل بتاعك، تعمل بوست، تعمل حاجه، تعمل فكره تصلح بيها الصوره السلبيه المغلوطه دي، اعتقد انها تبقى شيء محترم جدا. مروه غنيم هي شابه ايطاليه من اصل مصري، يعني هي مصريه من اصل ايطالي او ايطاليه من اصل مصري. هي مصريه من اصل ايطالي. والدتها ايطاليه الحقيقه، والدها مصري، والدها هو الكاتب المصري، المصري الايطالي، المصري الاصل لكن ايطالي الجنسيه، محمد غنيم. اتولدت واتعلمت في ايطاليا وعاشت طول عمرها هناك. عملت فكره كده لطيفه قوي، اشتركت مع اختها ساره وعملوا حمله، اطلقوها عملوا لها كده لونشنج اسمها Not in my name. Not in my name يعني مش باسمي، يعني هي حمله بتوضح صوره الاسلام، بتاكد انه ايزيس او داعش وكل الجماعات والكيانات الارهابيه، كل الاعمال الشاذه اللي بتمارسها هذه الجماعات الارهابيه، قتل وتفجير وما الى ذلك، انها لا تمت للاسلام بصله. احنا طبعا كلنا عارفين ده، كل العرب عارفين ده، كل المسلمين في العالم عارفين ده، كل المصريين اكيد عارفين ده، لكن بره الى اي مدى عارفين ده؟ لازم نشتغل على ده، نشتغل على ده، على توضيح ده كدول وكافراد، حاجات انديفيديوال فرديه صغيره كده ممكن جدا تصلح الصوره دي. عملت حمله لطيفه جدا، هاشتاج تويتر فيسبوك، بوست بتطلع شباب بيتكلموا فيها، شباب بقى من جنسيات كتيره جدا. وهنسمع دلوقتي مروه بتقول ايه، وبتقول ازاي بدات بالفكره وهي لوحدها، وبعدها بقى في ناس كتيره جدا منضمين. Not in my name، ليس باسمي، كل من يقتل ويفجر، كل من يزهق ارواح، كل من يكون سببا في اساله الدماء، ليس مني وليس باسمي. Not in my name. أنا مروه غنيم، مولودة في إيطاليا وبنزل مصر كل أجازة، ومن صغري وأنا متربية على حب مصر وحب الوطن وحب الثقافة العربية والمصرية، وعشان كده حتى في مشروع التخرج بتاعي فكرت إن أنا أقدم حاجات تفيد البلد وتفيد ثقافة البلد برا مصر، وبالأخص يعني في إيطاليا. أنا وأختي سارة فكرنا إننا نقدم الحملة اللي هي Not in my name، عشان نغير فكرة الإسلام اللي هي بدأت تتعلق بطريقة مش مظبوطة بالإرهاب وبالعنف وبالجرح، واحنا حبينا اننا نوضح الصوره بطريقه صح، واننا نثبت ان الاسلام مش كده، ملوش اي علاقه بالعنف وبالارهاب وبالحرب وبكل الاحداث اللي بتحصل. عشان كده احنا قدمنا الحمله دي، وهي اسمها Not in my name، ومعناها ان كل اللي بيحصل ده ليس باسم الاسلام وليس باسمي كمسلمه وليس باسمنا كلنا كمسلمين. انتشرت الفكره؟ انتشرت جدا بره مصر، يعني في ايطاليا في الاول، بعد كده بقى احنا عملنا صفحه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل السوشيال ميديا، والفكره بقت معروفه جدا حتى مش بس في ايطاليا، في اوروبا كلها وكمان في امريكا، وفي كذا جريده في ايطاليه وفي السويد وفي امريكا وحتى في الوطن العربي اتكلموا عننا وعن الفكره بتاعتنا، والفكره بقت منتشره جدا في العالم كله. تايلاند في مدرسه بعتت لنا عشان يشاركوا معانا في الفكره، ان هم كمان مسلمين وشايفين ان اللي بيحصل ده ملوش اي علاقه بالاسلام، وهم في المدرسه صوروا معانا وكتبوا Not in my name وبعتوا لنا الصور، احنا نزلناها على البيج على الفيسبوك، انتشرت جدا ونسبه لايكس وكومنتس كتير جدا في العالم كله. The ISIS do not represent Islam or any Muslim. Because it's totally un-Islamic. Because they're killing innocent people. Because you're unjust. We're
احنا المفروض ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع الاخر بلغته، وان احنا نقدر بثقافته نفهمه الاول ونفهم الناس دول زي ما هم فهمونا، علشان ان احنا نقدر نتعامل معاهم ونقدر نوصل لهم رسالتنا. فاحنا فكرنا انا واولادي ازاي ان احنا نقدم للمجتمع الغربي ايه معنى الصوره الحقيقيه للاسلام. We must all unite together and try to stop this group from damaging Islam and damaging Muslims. Not in my name. Because your leader is a liar. Because your actions do not represent the actions of the rightly guided companions. Because your caliphate doesn't represent the Ummah. Because what you're doing is inhumane. Because you abuse heart and minds. Because you have no compassion. Because my religion promotes tolerance for women and you have no respect for women. والله ضيفنا العزيز الكاتب محمد غنيم وهو بيتكلم بيقول لازم نكلم الغرب بلغته، ده اللي دايما طول الوقت بنقوله. عشان كده كنت بقول لحضراتكم لما نطلع هنا في قنواتنا مهما طلعنا واتكلمنا احنا في النهايه بنتكلم عن ناس تتحدث مع ناس تتحدث اللغه العربيه لغتنا، فاحنا فاهمين بعض. لكن الغرب مش بيتابعنا، الغرب مش بيتفرج علينا، بيتفرج على قنوات اخرى وميديا اخرى وعالم افتراضي تاني خالص. وبالتالي الوصول للعالم ده أعتقد أنه لازم يكون مهمة العرب في الفترة القادمة لتصحيح مفاهيم كثيرة جدا. زمايلي بيفكروني وإحنا بنتفرج على المبادرة دي بفيلم My name is Khan أنا not a terrorist، الفيلم العبقري ده اللي اتعمل، وكنا نتمنى الحقيقة أنه كان يبقى من الفيلم ده أفلام كثيرة جدا. الفيلم ده على فكرة حقق يعني عمل نسبة مشاهدة عالية جدا لما نزل في السينمات من سنوات طبعا طويلة، والغرب اتفرجوا عليه كتير جدا، واعتقد انه لمس نقطه مهمه جدا. My name is Khan. Khan طبعا اسم باكستاني او اسم يعني مسلم. And I'm not a terrorist. ولكني لست ارهابي.